حياتنا ع فرنسا وعجبال الألب ع كل الدنيا فيها حب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب نتجوزي حياتي ونخلي امك حماتي ونعيش العمر بطبل وزمر وضرب وحرب وزعل وحب روح دور على غيري يا ابني خلصني حاجي تتعبني اي وانت جمالك شو بيعجبني ما عندي فلوس ولا عندي قلب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب نظرة لها الشاب ما عندي قلب كرمال الحب ما بدي حب ساعدني يا رب باي باي يا شاب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب الجوية الفنية عن تأخير رحلتها مدة ساعتين عن موعدها المحدد لأسباب عائلية بحتة فالشركة ترجو من الركاب الكرام عدم التذمر وشكرا حتى الفوضى وصلت للمذيع الزبزي عن قيام طائرة أو هبوط طائرة كله بيلحق بعضه طيب في تأخير ما اختلفنا بس لشو الرجاء عدم التذمر ولأسباب عائلية بحتة هاد بسموها مشاركة مشاركة؟ شو يا جايبة؟ نعم مسيو مسيو ماشي بتعمل هالمسيو انا معلم فارس وراح سافر معلم فارس وارجع معلم فارس مور معلم فارس وانتين هالطيارة المحسكة راح تنقدر على قلبها الطير مثل ما سمعت بعد ساعتين بعد ساعتين واللي مستعجل مثلي شو بيعمل بياخد تاكسي تاكسي جوي اذا بتريد راجع الادارة أنا الهوستس بالسيارة ومثل ما أنت سمعت أنا سمعت ونوي صاحب هالشخصية الجذابة ومدير الإدارة الكذابة أرجوك إدارة ما بتكذب ما بتكذب إيه ما بتكذب وليش آخر سفر الطيارة وجابونا قبل ما يصيح الديك بدي يكون في عطل بالطيارة عطل بالطيارة والثلاثة آلاف وخمسمية شخص ناطرين بس أوصل بل تستحقوني وفلي ليش حضرتك مرشح على النيابة ورايح تعمل جولة انتخابية؟ لا لا مش هيك بس هودي ولاد بيعتنا واخد لهم كتاب من اهلهم والبريد يقبر اصحابه وصاير خجول بهالايام خجول؟ ايه خجول بيستحي دق عبواب الناس ويعطيهم كتاب اهلهم طيب كلهم ساعتين وبيمرقوا ساعتين؟ اذا انتم ساعتين تأخير والشوفير اللي نزلني تأخر ساعتين من الطريق والتاكسي اللي جابني على مطاركم أخرني ساعتين بسبب الحواجز وتبعوا لي الحاجز عندكم أخروني ساعتين بسبب القصف إيه أنا خايف يضيع عمري وأنا ناطر مثل اللي ناطر خياله بدك تطول بالك والأنتين كلهم ساعتين وبتفرج إيه ساعتين أنا خايف هالساعتين يروحوا أرنان حق معه لا مش حق معه كيف مش حق معه عندي زيعوا انه الرجاء عدم التذمر يعني الاعتراض مرفوض انت عم تقولي هيك؟ لا هني عم بيعلمونا نقول هيك يا رب كبر عقول المسؤولين عن هالشركة وخلصنا من هالفوضى دخليك على فكرة كابتن الفوضى وينه؟ بيكون تحت عم بغير ثيابه للدخليك هيدا ما بغير ثيابه هون ما عنده بيت؟ ما بعرف ما فيك تفهم منه شي لا هو مين؟ لا ابن مين؟ لا عنده أهل لا يتيم شي بجنن قومي قومي نروح على مكتب المدير منشوف اذا في تاخير اكتر من ساعتين قالك مني نصيحه في محل عامل اوكازيون على شويه فساتين تاخد العقد ماشي
وبكيت شوي لأفهم. لك الإذاعات بيحكوا كتير بس بيحطوا إعلانات لريحوا المستمعين. لك عملي إعلان وريحي لي دينتي شوي. هلأ صار صوتي مزعج وما عادي ريحك؟ صوتك مش معقول. بالبيت صوتك عالي، بالتليفون صوتك عالي، وبالوشوشي صوتك عالي. لك يا عمي روح يشوفي لك اختصاصي بالاصوات بلكي بيركب لك بزلعومك فلتر. انا صوتي عالي ولا انت اللي سمعك خفيف؟ ولك لا بالعالي بتفهم ولا بالواطي بتسمع. باي طبع بتحب احكي معك؟ لك نقي الطبقه اللي بدك اياها بس ما تكون سوبرانو. حاضر يا بيتهوفن. المهم البنات وعايتهم قبل الضوء، لبسوا وعملوا مكياج، والعريس بعد ما وصل رح يشرف ولا لا؟ تفضل. حضرت المدير؟ عدو ما شايفيني عم بحكي على التليفون؟ بدي ردي عليكي ولا عليا عدو. نعم يا ست الحسن، ما فهمت شو قلتي. شو مش رح يجي؟ يخدي طولي بالك، ما انا اخرت الرحله ساعتين ليروح يشوف البنات ويجي. حاضر. طيب اي وحده بتحب تخطبوا اياها؟ البنت اللي بتعجبوا منهم. لا انا برايي فرجيه كبيره، بخاف اذا شاف الصغيره تعجبه يخطبها وتتعقد اختها منها. لا فرجيه اثنين وخلي نقي البنت اللي راح تضمن له راحة مستقبله. لك ما هن اثنين بيشبهوكي. انت اب انت وبتحكي على بناتك هيك؟ لك ليش انا معقد عمري غيرك انت وبناتك؟ سكري هالخط بقى وبس يوصل ما تاخري. خلي يرجع الشركة والطيارة والركاب والموظفين ناطرينه. حاضر رح سكر، بس بحب فهمك وضلك متذكر انه عم بلعن الساعة لحد هلأ اللي اهلي جبروني وجوزوني اياك. معلمتي شو بكيت التاني؟ في كابتن طيارة على الباب عم يسأل عن حضر. شو الوصيل؟ خلي يتفضل جيسيكا. بس يفوت إليهم للبنات ما يطلعوا إلا معنا قلهم. جيسيكا مكياجي كيف؟ كيف الصف يلا؟ صباح النور. تفضل. يا أهلين. مش معقول. شو هو اللي مش معقول؟ أنا شايفك أول هالمرة مدام. الحقيقة ما عم بتذكر. بتمثلي بالتلفزيون؟ أنا مدام سعادة المدير. مش معقول وشك شو قريب للقلب. مرسي. تفضل. شكرا. مرسي يا مزوق. تفضل. ارتاح ارجوك. يا اهلا. بس ما معه حق ابدا ساعة المدير يقول لي يعني عكس ما انت. شو قال لك المضروب على عينه؟ قال له انه يعني باردون انا ما بحب احكي من اول زيارة، وبعدين انا ما بحب المشاكل العائلية. ما انا بعرفه. انا بعرف شو بيحكي بحقه. ما انا عزته وخذته. بس يا رب قادر الله يطردوه من شغله لحتى يرجع مثل ما كان. ليش شو كان يعني هو قبل ما كان مدير؟ كان بلانتون. بلانتون؟ ايه من بلانتون لمدير؟ ادعي لهالست اللي قاعده قدامك ضليت انفخ وكبره وفوته من باب وطلعه من باب لحتى صار وتصور وصل للمركز اللي هو فيه. فكره هل بدك تزعلي مدام لانه في كثير ناس بلايين بلا اصل بلا اخلاق يعني مثل زين زوجك منه. قال له علمه رمايته كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. رماني؟ نعم. ايه والله لارميه بير وما يلاقي حدا يطلعه منه. يا اهلا وسهلا. شكرا. يا اهلا وسهلا. خذ راحتك حبيبي. اهلا وسهلا. شكرا فيك. اكيد حضرتك يعني حضرت المدير حطك بصوره الاوضاع اللي انا جاي لعندكم بخصوص. طبعا. يا اهلا وسهلا فيك. نعم. اعتبر نفسك ببيتك وبين اهلك. طيب. بردون. يعني هو البيت كم اوضه مدام؟
هو بيتنا مثل ما شايف قديم كبير واوضه كبيره. لا حلو 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 حلو. انتوا انتوا كم واحد عايشين بهالبيت؟ لا انا وزوجي والبنتين بس. يعني بس عم بتطمن عرفتي كيف؟ على شو؟ يعني عم بتطمن انه عايشين بهالبيت مرتاحين، لانه بتعرفي بهالايام يعني البيوت صايره مثل علب السردين ما فيك تسكني فيها. الحق معك الحق معك. نعم. وحضرتك وين ساكن؟ والله انا ساكن مع اهلي. اهلك؟ لكن المدير قال لي انه عفوا يعني قصدي مع جيران اهلي. مع جيران اهلي ساكن، لانه لما توفى ابوي وامي يعني. الله يخليك. بعد ما توفوا قالوا لها لجارتنا، قالوا لها حرام ديروا بالك على الصبي، من يومتها من تكليني معه. معلش يا حبيبي، الله يرحمه الله يرحمه. وإن شاء الله يعني البيت كبير. كم أوضة البيت؟ محل ما أنا ساكن يعني؟ نعم. أوضة؟ إن شاء الله يعني البيت كبير. كم أوضة البيت؟ محل ما أنا ساكن يعني؟ نعم. أوضة يعني أوضة بس حلوة. أوضة حلوة. أوضة وحدة؟ نعم. وهني كم شخص؟ يعني أنا بدك تقولي 12. أنا مدني. وكلكم بتناموا بأوضة وحدة؟ نعم يعني بتقولي يعني محل الزيت بساعة 1000 زيت. حبيبي مظبوط، بس أنا ما عم بقدر بتصور كيف بتناموا؟ بالأوضة؟ نعم. نعم بفهم كيف يعني. ماشي الحال ماشي الحال، بس المهم جارنا نزوي يعني عرفت اتجوز، قال لي من بعد حلف 100 يمين من بعد ما اتجوز لازم تكون معهم بالبيت. بالأوضة؟ نعم، بس هي أوضة كبيرة يعني وعالي وعالي، وقال لي من بعد ما تتجوز حبقسم لك الأوضة نصين. بالعرض؟ لا بالطول، لأنه هي عالية. هي صفة هي صفة يعني، بصير عنا دوبلكس، بصير طابعين دوبلكس. نعم. إيه؟ وبعدين قال لي يعني انه بتصير انت بتنام فوق من ذوقه. نعم نعم من ذوقه. ايه وهم بيناموا تحت، الا اذا اجاهم ضيوف بده يضطروا ينامون معنا. بس هم بيجون المحلات السراريه وعندهم كل يوم السراريه. اهلا وسهلا فيك، تفضل. شكرا. تفضل. على كل هيدي قصه بنحكي فيها بعدين. نعم نعم. بعدين يا كابتن ما تنسى انك انت اليوم كابتن ولك مركزك. نعم. ما بفتكر انه بعد هيك سكن بيناسبك. هو ما بيناسب ما بيناسبني يعني، بيناسبني هيك بيت حلو مثل بيتكم يعني، بس جرى مصر ماشي الحال. مصر على كل مثل ما قلت لك هيدي القصة بنحكي فيها بعدين. يا جيسيكا وين القهوة يا بنتي؟ صرت عملتها 3 مرات وتنكب. طبعا بدها تنكب لأنك ما عم تنتبهي يا حبيبتي. أنا عم بنتبه بس بناتك، هي بدها تجيب القهوة وأنا بدي أجيب القهوة، والثاني بتشدي فيها بتقع علي وبرجع بعمل غيره. بيظهر بيستحوا من الضيوف كثير. جيسيكا حبيبتي عملي قهوه من جديد وقولي لهم للصبايا يتفضلوا لهم. حاضر. مدام مدام. نعم. ان شاء الله البنات بيشبهوك يعني ما بيشبهوا ابوهم. يعني كل الناس بيقولوا هيك. هي فعلا ريحتيني يعني. شو اسمهم؟ فرحة ومرحة. شو اسمهم؟ فرحة ومرحة. فرحة ومرحة يعني بتعرف اسم اوريجينال؟ نعم. كابتن اي اسم قلبك هدف له؟ فرحة ومرحة يعني؟ يعني بدك تقولي الاسمين حلوين يعني، الاسمين بيخلوا القلب هيك يعمل يعني. كابتن 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 ماني تعي فوتينا. فوتوا لحالكم. مستحيين مستحيين. ما في احلى من الست بس تستحي. قلت لها انا بناتي كثير خجولين، ما بتقدر تتصور ما بتقدر تتصور. ماما فوتوا حبيبتي، الكابتن مش غريب يا رح يصير من العائلة، فوتوا ماما. يعني من فوت؟ يا
تكسي كابتن، كابتن تكسي. انت انا مين يا دلي؟ انا هلا ما كان بيتشي شو صار لك؟ عمهلك اديني مدام، عمهلك ارتاح ارتاح. شو حاسس كابتن؟ شو حاسس دلي؟ بس فين يا دلي انا من شو؟ ما ادري اقوم زمان مع مامي. مسافر بالطيارة أول مرة بركب طيارة. أقول لي أنا روجه يا منادى، روجه بسرعة بسرعة. كيف حاسس هلا؟ مش أحسن؟ أنا مش حاسس. إيه؟ مش حاسس. كيف يعني مش حاسس؟ كمبيوتر الإحساس تعطل. وهذا الكمبيوتر دخيلك اللي إذا بيتعطل بيجيبوا لك حكيم؟ هنجر يا مدام. مني انا لك اذا كنت بتحبني تشرب مني. لا مني انا اشرب. لا مني انا. لا مني انا. لا مني انا. خربت هذا عنه قطعت له نفسه. لك انت خذ اشرب مني. شرب مني انا بالاول يعني حبني لالي. لا خذ اشرب. شفتي؟ شرب مني انا يعني حبني لالي. لا حبني لالي. لا حبني انا. لا حبني انا. لا حبني انا. لا انا. لا انا. بضربش ها. انا اسمي فرحة. انا اسمي مرحة. انت مين؟ يا دلي انا ام شنسيز. انا مين؟ انت الكابتن بوب. انا الكابتن؟ ايه؟ ايه؟ يرجع عطعن بمرئيني كابتن، كابتن دخيلة روحوا جيبوا اسعاف، جيبوا حكيم، جيبوا اسعاف ينزلوا عن الفتحة. مدام عيوني هل الحان الاسعاف؟ لو يمكن اوعى طريق المطار. طور بالك رح جيبوا حليف مزاهر بجوز تريحك على الطريق. يطلع شوي لك خدوده شو معزعجين. لا 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 لك عيونه كيف بيغزلوا غزل. لك لك انت انت باب انت من حظي غط على قلبك. لا لا باب لك حبني لقلي انا لفيت حالي لقلك كردو. لك بابا يا الله ما ضربت يا ابوك ما ضربت ابوك. ما كنت لاقي بذهب. وين كابتن؟ راح. راح كيف راح؟ فتح الباب وهرب. ما هيدا اللي كنت خايفه منه. ليه مامي؟ لانه حبكن اثنينكن مامي. وكيف تقولي الحجر عشان ما تزعل الثاني؟ يعني حبنا؟ لا 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 كثير حبكن والمعطل. لازم يتجوز وحده منكم. هذا اذا بده يضل بوظيفته. تاكسي تاكسي تاخذني على المطار. 25000 لخوض 50 بس امني من الحي. صحوا 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 قبل ما يهجموا. اجوا الدبابات. ليه عم تضحكي؟ لا ماشي بس كنت عم فكر بشغلي. بتعرفي مرات سعادة الانسان تجي عن طريق صفته من غيره. كيف؟ يعني اذا الكابتن تزوج بنت من بنات المدير وكبر مركزه وصار وتصور يكون السبب انت والمزحه اللي عملتيها معه. ما هيدا اللي كنت عم فكر فيه وضحكنا. ليه ضحكي؟ انا برايي بس يشوفهم رح يهروا. بالعكس لانه مصلحجي انا رايي رح يسكت على جرحه يتجوز وحده منهم ويصير المدير علينا كلنا. يلا يا رب يا رب يا رب يا رب
هنوني بسلامك. هنوني 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 هن انت جبت ايش يا الله؟ قول يا الله يا الله يا الله. شو قولك؟ باين عليه تعبان. لا مش تعبان يا خيفان يا هربان. يا الله الله يا الله. شو بك كابتن؟ شو بنام؟ وعم تسألي شو بنام؟ الله كتب لي عمر جديد. ولا ليه؟ وعم تسألي ليه؟ ولا الله ينتقم منك. شو انتقام؟ حينتقم منك انتقام رهيب. طب شو عملت هلا؟ ما حاسب. أنا ما حاسب أبدا. الله بحاسب الكل وأول أنت. يا يا رب تغيلك. يا يا ظالمة. كابتن حضرة المدير وضروري يعني تروح وتتأخر الأد عنا بالبيت. بالبيت؟ توفي توفي إذا بعد بعيدة حضرة المدير. توفي مش معي يعني. لا بعشي خليها بعدين بعدين حضرة المدير. لا لأنه بدك تقول يعني تأخرنا على السيارة ومعنا يا حرام ثلاث مرضى لازم نوصلهم قبل ما تسكر المستشفى. طيب يا روح سافر ولا نعم. بس ترجع من السفرة امرق علي على المكتب اكيد. اذا ما لقيتني بالمكتب بتلاقيني بالبيت. لا لا خليها بالمكتب لانه هون بالمكتب عندك جو رمان. طيب يلا تسهل تسهل. بيشبهوا ما بيشبهوا حضرة المدير. مش عم بحكي هو عارف والله عارف وانا عارف. انتو بتعرفون لبنات المدير فرحة ومرحبا. بكرة بتعرف ان ايدي تبع كلمة هذا نزل من الفضاء الخارجي. ملك جمال قدامهم. الله ينتقم منك الله ينتقم منك. يلا بس يا الله شو بيشبهوا ابوهم بس لولا الشوارب. بس ابوهم ما عنده شوارب. ولهن عنده هن عنده. يلا يلا قوم 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 يلا لازم نسافر بالسيارة. يلا شباب تعالوا شباب عنا سفر كل واحد يجيب الأحزمة معه. يجي الله يساعده الله لا يقيمه يستاهل. تعلن الخطوط الجوية الفنية عن إقلاع طائرتها المتجهة إلى عالم البسمة والسعادة، فعلى جميع الركاب التوجه إلى الطائرة متوازين ببطاقات الحب وشكرا. اهلا وسهلا فيكم. ما تاخذونا على التاخير اللي حصل لانه مرات الظروف بتعكس الانسان ومثل ما بيقولوا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. لك يا ديني نحن مسافرين بسفينه ولا بطياره؟ بطياره طبعا. لكن صلح المثل وقولي تجري الرياح بما لا تشتهي تقبر اصحاب الطياره. يا رب يا رب تخيلك زي ما احنا على كل شيء عم بيصير معي. اكيد هذا غضب امي وغضب خي علي. نعم لا ما في عم بحكي مع حالي. مع تحيات كابتن بوب بتمنى لك رحله موفقه مع المرح والفرح والسعاده وبون فواياج. اوكي بريق مي من المعروف. بريق مي بيطلبوا كبايه. مسكتوا مسكتوا بخدلتوني. شو هيدول مدام؟ هودي شويه دجاج اخذتهم لابدي بالغربه يقبر ام وجاي عباله بيض البلدي. طيب ما دامهم بالقفص كنا احكي لك اياهم بالبجاج مع الشنط. ما انا قلت هيك يا بنتي بس خفت ما يخطف انت تخليهم معي. ها طيب بس انتبهي ما يشوفهم كابتن. هيك يا بنتي لانه قادر يقبل حاليك. ما هو قدام الدجاج بيصير ابن اعوى. هلا ايفريبادي Hello everybody, hello. You speak English? You're welcome, you're welcome. What's the name of the name? What? What's the name of the name? 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 What's the name of the name?
انت اللي عم تصيحي مدام؟ لا يا ابني لا تتخانقوا، هودي الدجاجات اللي عم يصيحوا ويقيقوا. دجاجات؟ في طائرات يا دجاج؟ عقبال فرحك يا ابني، اخذتن لقدي بالغربة. والله؟ برافو، وقطعتيلهم تيكت؟ ليش يا ابني الدجاج بده تيكت؟ طبعا بده تيكت. ليش ما بيركض وبيفقس وبيكاكي وببيض وبيعمل مثل ما عامل على الارض؟ بس الدجاج يا ابني الدجاج. وإذا الدجاج؟ على كل حال حاخذلك اياهم مثل الاطفال، نص تيكت. يعني قديش؟ يعني إذا بناخذ على الطفل 50,000 يعني بناخذ منك 25,000 على الدجاجة. 25,000 على الدجاجة؟ ايه 25,000، شكري الله عامل لك سعر كمان كرمالي. بس يا ابني شو هن بني ادمين؟ إذا عد كل الدجاجة حقق 2000 ليرة، بدفق حق عليا تكت 25,000 ليرة. ولك شكري الله إذا الدجاجة ب 2000 ليرة، البني آدم بالأيام ما عم بيسوى ليرة. يلا ناولينا شوف هاتي خلصيني، هاتي. صوت. هاتي. صوت. كم دجاجة معك دجاجة؟ ثلاثة؟ هاتي بعد هاتي بعد هاتي بعد. هم جوزين دجاجتي؟ إيه نعم بالضيعة. بالضيعة؟ هاتي على الضيعة هاتي 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 لعنده الأولاد. ايه نعم بتضيع الولاد. هيدا الولاد هيدا الولاد بس تبعتون على المدرسة؟ لا يا ابني لا. ايه ما لازم تبعتون، لانه تبعتون هدول كلهم ما بقدوا قسط واحد. وعلى فكرة اذا دجاجاتك باضوا بدي ادفع عليهم كمان. لا لا معقول يكون بلا ضمير بالمرة ولو عيب ولو ما في انسانية ما في اخلاق ابدا. نحن اذا باضوا دجاجاتك بالطيارة بصيروا دجاجات ملك الطيارة. ما بتفوتوا ولا لا؟ طبعاً. حدا ممكن بده بيض طلبه، إذا حدا بده نص أنت تفرغ لازم تاكله نص. أوكي شو يا زينة دفعوك أجر السفر الدجاجات؟ إيه شايف شايف، وأكل الدجاجة 25,000 ليرة. طيب وضروري تجيبي معك دجاج؟ يقبر أمه شي عباله بيت البلد. تشكري الله، منيح المجاية عباله حليب بلدي، كنت بتضطر تاخدي له بقرة. يا عين بقرة وبالطيارة. اسمو زين اسمو زين كبيرك مالي خالتك. شكرا. غريب انت محوزق. هو شرب انت بتصح؟ غريب. بعدين بتفريد اذا بتريد اذا بتريد اذا بتريد ايه تكبيني. انت عطشان شي؟ مش عطشان؟ بتشرب. مرقني. عن اذنك مرقني انت. انا ما رح برجع. وانا ما حاتراجع. انت معطل شغلي. وانت عملتي لي حاجز عاطفي بنص الطريق. انا عنيدة. وانا اعند منك وابن عنيد. ابوك عنيد؟ اوه ابوي اشهر عنيد بالعالم. لا حبيبي غلطان، سأل عن بابي من كتر ما كان عنيد. ايه شو عمل بابي؟ شو عمل؟ بابي من كتر ما كان عنيد مات وما تراجع عن كلمته. يا ابوي اعند منه، عمل اعمى عمل عنتر ما بيعمله. انا الماما بتطبخ، كانت الله يرحمها كانت تطبخ اكل طيب. يا ريت بتعرفيها ولو بتنتقى، كنا عزمناكي لعنا، منيح ما بتعرفيها. المهم طبخت له طبخه طيبه. قالت له كل من هالاكل، ما حط، قال لها ما بياكل منها. قالت له بتاكل منها، ما بياكل منها، بتاكل منها، ما بياكل منها. قالت له اذا ما اكلت من هاي الاكله ما بتاكل. وحياتي من كتر ما كان عنيد. قال لا اوكي وما بياكل وبطل ياكل، وصاروا سنتين وجمعة ما اكل. وضل طيب؟ لا هو مات. وقديش صار له ميت؟ سنتين وجمعة. اه يا عنيد. انت عنيدي وانا عنيد، لانك سعيدي ولاني سعيد. انت عنيدي عنيدي وانت عنيد عنيد، لانك سعيدي ولاني سعيد. انا عنيدي وانت عنيد، لانك سعيدي ولاني سعيد. انت عنيدي عنيدي وانت عنيد عنيد، لانك سعيدي ولاني سعيد. نعمل خدمة حب جديدة بيني وبينك يا عنيدي، نعمل خدمة حب جديدة بيني وبينك يا عنيدي.
تثبت لك هيدي ايدي ممدودي لحلف جديد. انا عنيدي وانت عنيد، لنك سعيدي ولنك سعيد، انت عنيدي عنيدي وانت عنيد عنيد، لنك سعيدي ولني سعيد. خطوي منك خطوي مني منخلي الأحلام تغني، خطوي منك خطوي مني منخلي الأحلام تغني، شو بعدك عما بتستني راح العمر وضاع العيد. أنا عنيدي وإنت عنيد، لنك سعيدي ولني سعيد، انت عنيدي عنيدي وانت عنيد عنيد، لنك سعيدي ولني سعيد. اه يا عنيد، هيدا كلام قلبك يا قلبي يلي خلقتي تتنحبي، هيدا كلام قلبك يا قلبي يلي خلقتي تتنحبي، دعي نجمع قلبك مع قلبي ونعيش العمر من جديد. أنا عنيدي وإنت عنيد، لنك سعيدي ولني سعيد، إنت عنيدي عنيدي وإنت عنيد عنيد، لنك سعيدي ولنك سعيد. تفضل ماتموزيل. شكرا. كيف ارتحت؟ ايه هيك عظيم. اكيد مستغربة. بصراحة أول مرة بشوفها في حياتي. واحد عم بعتس، تاني بياخد حبة الدواء، بصح الأولاني؟ ما أنا وخيي فلقتون. فلقتون؟ إذا أنا تشردقت هو بحوزي، إذا هو رشح أنا بعرف. شو عم تعملين؟ شفتي انه ست ما بتنعطى ريق حلو؟ بحيات الله؟ لا وحياتك انت، لانه بس عرفتي قلبي بلش يحبك صرت بدك تسوق سوق السياره. انا ما جاي كرمال سوق السياره. لك هي كرمال شو؟ كنت عم دور عليك، وين كانت؟ والله كنت برا. برا السياره؟ برا السياره، وين بتكون برا السياره؟ كنت بالدبليو سي بالتواليت، بس عيب واحد يقول بالتواليت، قول كنت برا. اتفضل معي على الفيرست كلاس عايزتك. ليه مين معنا بالفيرست كلاس؟ معنا مفاجأة بتاخذ العقل. ليكي بتعرفي انا عم فكر يعني احب هيك وحده يكون ابوها مش غني. انت؟ ايه انا بس يعني عم فكر. مش مهم انت تفكر، مهم تلاقي وحده تقبل. في شي وحده عندك هيك بتقبل فيي؟ في مين؟ بنت المدير. مين؟ فرحة ومرحة؟ يمي حينا على الفرشة. بتجوزك اياها وتجيب اخرتك، ما بيكون اسمي هلا. اهلا وسهلا الاستاذ موفق وحكم الحكيم. مش حضرتك موفق؟ لا انا موفق. الاستاذ موفق وحكم الحكيم حضرتك؟ لا لا النص الثاني. الشق الثاني يعني. اهلا وسهلا فيكم. يعني باسمي واسم امال امال وهلا وكرو الخطوط الجويه الفنيه مرحب فيكم، ان شاء الله رحلتكم معنا تكون يعني مريحه. بدايه مريحه. ايه ومسعدين انتم دائما بتسعدونا. نعم الله يخليك. الاستاذ موفق الحكم، فاعتبروني اذا حكيت مع شخص يعني انا عم بحكي مع اثنين، لانه اثنين بعتبرهم واحد. نعم. هلا انتم بتشبهوا بعض لدرجه بتضيعوا كثير. ما هيك؟ وتقريبا يعني هي القصه صايره تقريبا شبه نحن بنشوفها وعايشينها، يعني انا مش قادر اوضح اكثر لانه هي قصه ذاتيه بذاتي. بتحصل معكم اشياء طريفه مثلا كاثنين بيشبهوا بعض؟ حصل معنا طرائف بالمطار. ايوه. كان الجوازات مع بعض انا وحكم. اي. فبالغلط اعطيته جوازي. ايه. ومشي ودخل فيه ودخل عادي المطار. قدمته انا. ايه اكيد. انا حكم. ايه. موفق قدمته. دخل بجوازي. ايه اكيد. وانا دخلت بجوازه. حلو. يا اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. هلا نحن بنعتبركم الصاروخ اللبناني، الصاروخ اللبناني اللي انطلق من بيروت. استوديو الفن. استوديو الفن.
اي من بسنه الثانيين. نعم. طلع من لبنان واستقر في القاهره. نعم. ليش موفق وحكم الحكيم استقروا في القاهره؟ يعني طموحنا احنا طبعا نروح القاهره. طيب الالحان المصريه هل تناسبت مع موفق وحكم الحكيم؟ واللون اللبناني هن اللي طرحوه؟ يعني هلا احنا عملنا ثلاث شرايط. نعم. اول الشريطين انا لحنتهم. كان شريط اسمه كنافول وشريط كان الثاني اسمه نعم نعم. وهلأ شريط الجديد موفق بتعاون فيه مع مجموعة الملحنين. في ألحان مصرية وألحان لبنانية وألحان خليجية. مين تعاملتوا مع الملحنين المصريين؟ في ملحنين شباب. الملحن سامي الحفناوي. الملحن فاروق الشرنوبي. وفي الملحن الكويتي المعروف ملحن ليلى ليلى. أيوة بلي متى شوفك الأستاذ يوسف المهنة. نعم. وفي شعراء مصريين كبار. في الأستاذ محمد حمزة. الى جانب شعراء شباب. حلو. يعني مش شرط يعني الاغنيه لا تقاس بالاسم الكبير او الاسم الصغير. أنا العمل العمل منيح. انا ما. طبعا. طيب انا عندي معلومات خاصه ما مش خاصه يعني معروفه تقريبا انه كمان حضانه فايزه احمد لكم. نعم. كان لها تاثير على وجودكم في القاهره. هي اول ما سافرنا على القاهره فايزه احمد الله يرحمها عندها توأم كمان. ايوه عارف. يمكن هالشيء خلاها تحبنا اكثر او تساعدنا. فقدمتنا بالمشكار الأستاذ عبد الوهاب وسمعنا وهو اللي أطلق علينا اسم الحكيم. الحكيم يعني احنا موفق وحكم غطاس. اي نعم. أصبحنا الحكيمة. نعم. ودائما كنا نستشيره بجميع أعمالنا. هذا أي شريط بنعمله بنسمعه إياه وناخذ رأيه. وعملنا لحن على لبنان بغنيه موفق. عملكم لحن؟ نعم. أيوه. لحن جديد عن لبنان حكاية شعبي. طيب الأستاذ عبد الوهاب أعطاك اللحن. نعم. ومن نادر أن يعطي مثلا من هالشباب جداد لحن جديد. ممكن سمح للشباب أنه يغنوا أغاني قديمة بأنه نسمع شوي منه. احنا طمعين شوي بس منحب نسمع. نعيوني معكم لحد ما تحط الطيارة. يا بس صار ما طبيت ما تخافوا لأنه احنا معودين عليه. واحنا معودين. هي اسمها حكاية شعب. كتب كلمات الأستاذ زهير الصبري. لحن الموسيقات السابقة. يا اسمع. طيب مطلع حكم في أشياء طريفة مرة تحصل لحياة الإنسان
هلا باعتبار الشبه بيناتنا هو شيء معروف. طيب في شي مره كنت بحفله حضرتك عم بتغني؟ نعم. ضحيت اصيب صوتك بنوع من التشنجات كثير طبعا. خلينا حكى هوني لبى الدعوه وغطى مسترجم ما يلبي هو او لكن طيب الاقامه في القاهره يعني عادة لما واحد يوصل إلى القاهرة بيبقى عنده أحلام لذاته، يعني بده يوصل لهدف معين. مين المطرب اللي كان قبل ما توصلوا للقاهرة كان مزروع بذاتكم وهو ساعد برحيلكم إلى القاهرة؟ إحنا لنا مثال كبير الفنان صباح الله يطول عمره. أمين يا رب. أخذت اسم كبير طبعاً من القاهرة وفناني كتار. طيب أنتوا تأثرتوا بمين من المطربين الشباب؟ يعني قبل ما وصلت القاهرة في شك؟ أنا من صغري متأثر بعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ. عبد الحليم بتغني عبد الحليم كمان؟ طبعا. شو لحن الأستاذ حكم؟ أول غنية على الأغاني الجديدة لنومكم طبعا. أول غنية حفتها الناس توفى كان اسمها كده فل. كده فل. ألحاني أنا وكلمات الأستاذ محمد حمد. طيب بدي فينا نسمع شيء منك ولا شوي منك؟ أنت بتغنيها كمان ولا بس أنت لحن؟ أنا بلحن بس. أنا سمعتها عم بتغنوها سوا مرة. لا بس اكيد كنت تعباني ليه؟ لا هلا اكيد موفق حبيبي. موفق موفق كده كل ركابك ما لنا احلى من كده. اهلا وسهلا فيكم باسم الخطوط الجويه الفنيه. بشكركم جدا. شكرا. يا اهلا كثير بنشكركم. الف شكر ان شاء الله بنشوف. عفوا انا رايحه معك. عفوا قدامي قدامي قدامي. هلا هلا. نعم. على علمك دهلك سنجر اجى صلح حنفيات المي اليوم؟ ما شفته بس سمعت حضرة المدير عم بيقول انه اجى صلح كل الحنفيات. ليه؟ والله عال عال لانه عم فكر احلق داني يخص يعني ما يكون في مي. لا في مي. في؟ في؟ يعني متوازين على بسلك بس لانه خفت حط صابون على دقني وبالاخر يطلع ما في مي. ما انت بالاول شوف اذا في مي بعدين حط الصابون على دقنك. يا الله شفتي كيف عم بنسى؟ ولك مشان هيك انا لازم اتجوز. ليش لازم اتجوز؟ لانه عم بعيش بضياع، عم بعيش بفراغ. امسكي لها الشكيت. عن اذنك. كابتن سكر حنفية بسرعة.
كل الحنفية هلجة سكرها. شوفي شوفي ليه؟ مش لأن المي نزلت على الرجال اللي قاعد هونيك. يا الله وأنا بقول لك ما في مي هون. طيب شو قلتي له؟ طيب شو بدي أقول له من تلا مي؟ آه اليوم نايمة. مهضوم. شو مهضوم؟ روحي نقلي له الزلمة حطيه بمحل ثاني وخذي حبي لي شوية مي بدي أخلص منها حلاقة بقى. تكرم يا عريس. الله معك يا عروس. إذا بتريد ممكن تغير محلك؟ ليش بدي غير محلي؟ لأن الدنيا برا عم بتشتي والظاهر السنجري حاطت المزراب هون فوق منك. وشنو هي هالطيارة اللي إلها مزراب ومزراب على زبونها؟ يعني ما تأخذنا دخيلك بس تأخذنا، تفضل فيك تقعد محل ثاني، تفضل. دموزيل معلش تعطينا محليك، تفضل تفضل. إحنا بتهمنا راحتكم يا أهلا، تفضل. كابتن! كابتن! افتح الحنفية لعبي لك ماي. اوكي. لك يا عمي شو هاي تعملوا هالسيارة حتلوها. كابتن. نعم. قولوا افتك الحنفية عم تفكرها. سكرتها ليه ما نزلت الماي؟ نزلت بس على راس نفس الرجل غير له محله. شو عم تحكي؟ ولك اذا مش مصدق اتفضل شوف بنفسك. طيب اسمع مني خليكي انت حد الحنفية وانا حشوف رعبي. يلا. وينو؟ مين نزل عليه المي؟ حضرتك؟ دخلك بتوخذنا بزر الحق على السنجري، بزر غلطان بالتمديدات الصحية مشان السيارة. شو هيدا؟ شو هيدا؟ مي؟ طبعا مي، شو فكرني عرقان؟ برجع بعتذر منك ألف مرة، تفضل تفضل، أنا بسعد نفسك، تفضل معي، تفضل معي، تفضل، وين بتحب تقعد وترتاح؟ يا خيي بعدني، رجعني لآخر سيارة. تقعد هني؟ آخر شيء. وترتاح هني؟ مرتاح. أوكي، تفضل. عن إذنك عم مرشي خليه يقعد محلك شوي مشان يرتاح نفسيا هو. تفضل تفضل إذا مرت شري شري تفضل اقعد هون وارتاح واقرا الجريدة وارتاح نفسيا وما تزعل هلا بعد شوي بتطلع الشمس بتعرض ثيابك للشمس بينشفوا الثياب اوكي؟ حاضر هلا نعم يلا افتح المي وخلصيني من هالحلاقة لا 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 هلا سكر المي ما وصلت ولك وصلت وكثرت لا 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 دخيلك متوخذنا دخيلك متوخذنا مبسوط يا استاذ مبسوط والله مش مبسوط بس شو بتعمل لك انت الحق عليك انت الحق عليك بيزر مش ضد المي انا مش ضد المي يعني مش ووتر بروف عرفت كيف وين المي وين المي شو عن اذنك خيرك الا نحن انا وياك هون عرفت كيف اعلى شيء يلا حلوق معي شو بدك احنا من هيك رحله؟ هي تحممت وحلقت وسافرت البلد نعيمة كويس ماي عريض. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا على أمريكا على أتينا عفرنسا وعجبال الأرض كل الدنيا فيها حب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب انت منتجوز يا حياتي ونخلي امك حماتي ونعيش العمر بطبل وزمر وضرب وحرب وزعل وحب روح دور على غيري يا ابني خلصني حاجي تتعبني اي وانت جمالك شو بيعجبني ما عندي فلوس
ولا عندي قلب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. نظرة لهالشاب ما عندي قلب كرمال الحب ما بدي حب. ساعدني يا رب باي باي يا شاب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب لك عريس. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا. وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا. على امريكا على اثينا عفرنسا وعجبال الارض كل الدنيا فيها حب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. انت من ودي حياتي ونخلي امك حماتي ونعيش العمر بطبل وزمر وضرب وحرب وزعل وحب. روح دور على غيري يا ابني خلصني حاجي تتعبني. اي وانت جمالك شو بيعجبني. ما عندي فلوس ولا عندي قلب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. نظرة لهالشاب ما عندي قلب كرمال الحب ما بدي حب. ساعدني يا رب باي باي يا شاب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. هون على الصفرة فوتي عايتي لأخوتي خلي يجي يتروقوا وعايتوا من نص ساعة. إبراهيم نبيل يلا حبيبتي قوموا تروقوا. إبراهيم ما بده يتروق، عملت له فنجان قهوة وفوت له إياه على أوضته. يا تلي هالصبي رح يموتني رح يموتني. العشية بتعشى ولعبكره بيتروق، بكره بصير معه فقر دم وركزوا ساعتها خلصوا. قال أحد الفلاسفة الإنسان يأكل ليعيش مش يعيش ليأكل. الله يخليكي بلا فلسفتك عبكرة وفوتي عايتي لنبيل يجي يتروق تأخر على شكله. حاضر بس ما حلو الواحد ينكر فضل الفلاسفة. عليه ينكر الفلاسفة فلسفتك حتى ملبسك الصحن براسك. أنا بعتونا على المدارس ليتعلموا بصيروا بدون يعلموني الفلسفة علينا. زي يعني زي شو بكرة عبكرة؟ لك شو هو البيت هذا بالحمام مقطوع ميته؟ شو فيه؟ شو فيه؟ من شأن الفلاسفة مثل العادة. لا اختي انت ليه ما بتسالي لي بهالمدرسه عندك اذا في صف لامك تاخديها معي حتى تصير تفهم عليك؟ لا في صفوف لهالعمر؟ ولو في سالي بالبتيجر ده. صاحب الشوم عليك يا نبيل بدك تحكي مع الاطفال يا مهذب؟ لك يا ماما اذا حضرتك ما بتعرفي تقري وين بدك حطوكي؟ حطوكي دغري بالبكالوريا؟ عندك واسطه شيء؟ ما عندك اسكتي خليك بالبتيجر ده وخلص. لك تجنني يا اطفال تعريف تروق بكره وخلي صباحنا رايق. حاضر. طيب الروم وينه؟
ما بيتربوا يا برهوم الله يسعدنا عليه. طول النهار بقضيها تفكير وقهوه وسيجاره. ليه 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 ما بتعرف ليه؟ من الصدمه اللي صارت معه، من المدير اللي دشره من الشركه وفكره مجنون. اخ بس اخ بس بعرفني على المدير لاشرح وقتلي وجيب لي لهون لحتى يعتذر منه. الله يخليك، اترك خيك وما تدخل بشؤونه، هو بخلص حاله بحاله. ايه مشان هيك انا ما بدي اخذ، ابدا ما بدي اخذ، لانه كل واحد بدنا له عالمه الخاص. مظبوط، هو عالمه الادب والسهزة وانت عالمك الزعرمه وقله الحياه. هلا بعدني بنظرك ازعج؟ نظرنا بس، بنظر كل الناس. قطيعه كل المظاهر بتاخذوها مني، ما غيرت نظرتكم فيي ابدا. يقطع ابو هالايام اللي خلتنا نحتاجك وناخذ منك مصاري، بس افضل ما نعتز الناس. اخ قال له قلبي على امي وقلب امي على خيي. الله عليك وعلى الكحل اللي بشتي، روحي روحي. الله يرحم بيك اللي بعده من ايامه. ليك خلصي وجيبي لي صحون على المطبخ. حاضر ماما. طيب. بوب يعني وين عم بيروح بالنهار؟ ما عم يطلع من البيت. عم بيضل بالبيت؟ وبأوضته. ناديا شو؟ خذي حبيبتي، خذي هالألف ليرة. بس امبارح حطيتني. لك وبكره بتعطيكي كمان. أختي أنت حبيبتي، شو بعرف؟ ليكي بس كتمني خدمي. بدك تشوفي لي بوب وين بيروح وين بيجي، شو عم بيحكي، شو عم بيفكر. وبترك مدرستي؟ بيطلع الكف هلا، شو بتترك مدرستي؟ خليك حد هون بس افهمي لي يعني بشوي دلع اعتبار أنت أخته. شوي طلع هيك بتفهم منه شو عم بفكر وين عم بروح وبتقولي لي اياهم. حاضر. طيب ليه؟ حرام حرام. خيي بوب بازمه، بازمه كبيره وانا عم بفكر ساعده. برافو عليك. لازم نساعد بعض، نحن اخوه. اذا نحن ما ساعدنا بعض الناس كلنا. صح. قال هدول الفلاسفه تبعولي كل واحد منهم صاحبي هيك تعرفت عليه من جديد، قال كلمه حلوه عجبتني، ساعدوا نفسكم يرفع الله من شأنكم. حلو. إيه؟ مين قالوا؟ هذا من الفلاسفة المناح، بس قلهم السؤال كويس. يفهم. حاضر ماما. تعال تعال. هيدا الألف. هيدا الألف. 2000. بس اوعي تنسي. لا. كويس. إيه. بوب. نعم. طلع عايزك شوي. قال عني ما بدي احكي مع حدا. ولو هيك عم تقول له لخيك؟ طلع عايزك موضوع مهم. جاي. قول صباح الخير بالاول. صباح الخير. شو الخبر؟ انت ليش ما بتخليني اشوف المدير وبتخليني ساعدك؟ انا بدي المدير يفهم اني انا كابتن، الشيء اللي روح بيها خضره ويفكرني مجنون. خلص عندي طريقه تخليه يفهمك ويرجعك على الشركه ويعترف فيك كابتن. عود عود الاول. شوي المدير عنده بنتين فرحه وبرحه وما مصدق انت اللي لهم عرسان حتى يجوزوا. انت بتعرفهم؟ انا لا، في صاحبي بيعرفهم، خليه يعرفك على بنت منهم. البنت كيف شكلها يعني؟ صاحبي قال لي يعني البنت مش حلوه. ايه بس ببيتها من الفعاليات وابوها بيسمع كلمتها وعن طريقها بترجع لوظيفتك. والله اذا البنت قدرت تصلح لي علاقاتي مع ابوها بتجوزها. بس بشعة. واذا بشعة عندي اخلاق انا كل بشعة احسن من 600 حلوة. اقدر ارجع لها. اذا اتفقنا. وانت رح تشوف هذا صاحبك؟ يعني اليوم شوفه وبحضر لك كل شيء وبقول لك. بس الموضوع بيبقى سر بيناتنا. وهلا عن اذنك لاني تاخرت على الشغل. على فكره انت شو بتشتغل؟ بدك تقول كف يعني يعني لا لا شو اسمه بالبورصة. شو بتشتغل بالبورصة؟ موزع اشاعات. شو؟ بشوش الناس. خلصت الحرب بينزل الدولار، برجع بشوشهم رح تعلق بيطلع الدولار. انت مين بتشتغل؟ على حسابي. ومين بدفع لك؟ اثنين اللي بده يبيع واللي بده يشتري. لكن شو بترككم تعتزوا الناس وانا خيكم؟ عن اذنك لاني اتاخرت. غريبة الحياة.
لا يضلني قاعد بالبيت والازهر هو اللي عم يشتغل. حبيب لو والمرحبا وكيفكم يا شباب؟ هيك قطعتنا بالمره. مين حضرتك؟ هلا بالسلطة رحنا ياما سرقنا نمر سيارات سوا ياما لعبنا ورا ياما تشردنا على الطرقات. حلك تنسى؟ يمكن تعرف نبيل انت. انا خيو، انا ابراهيم خيو لنبيل. لحظة والله ضيعتونا، رح يعملوكم شي طريقة ابعدوا هالشبه عن بعض حتى نعرف مين صاحبنا ومين خيو. خلص بكرة واحد بحط نمرة حمراء واحد نمرة سوداء، عن اذنك. دخلك وخيك نبيل وينه هالايام؟ سافر لبرا. وايمتى رح يرجع؟ ما رح يرجع، حيضل برا على طول. تبقى سلمني عليه وقل له صاحبك عادل سأل عنك. طيب امر عيونك، عن اذنك. ليك؟ معك شي سيجارة ما بدك اياها؟ تفضل. لسه ثلث ايه؟ ايه؟ معك الديحة؟ تكرم. وما غيره بقى يمكن ايه؟ الحمد لله. ايه ايه. طيب يلا ناخدها ما دام عندها غير، عن اذنك. مش معقول شو بيشبهوا بعض، حتى بعدم شهية الدخان. تعلن الخطوط الجوية الفنية عن قرب إقلاع طائرتها المتجهة إلى عالم سعد، فعلى جميع الركاب انتظار النداء الثاني. وشكرا. حدا منكم ما صرفت 100 دولار؟ معك 100 دولار؟ معي. تسمحي لي اتصور حدا؟ الله هدوم. مش بلاقي معك صرفت 100 دولار؟ روحي يا عمي روحي، لو كان معي 100 دولار ما كنت مهاجر. ولو مش لهالدرجة؟ أو أكتر. حضرتك مجوزة شيء؟ لا. عندك عائلة وولاد؟ لا. عندك أجار بيت وأسطة مدرسة؟ لا. أنا مجوز وعندي عائلة وعندي ولاد بالمدرسة وعندي أجار بيت ومعاشي لحد الأدنى. طب وكيف عايش؟ ومين قال لك إنه عايش؟ لو كنت عايش كنت شفتيني مهاجر. روح على شغلك يا عمي روح، الله يخليكي روح. استاذ مين؟ أنا الأستاذ هلا. وإذا كنت الأستاذ هلا، لشو عايديني؟ ليش حضرتك كنت نايم؟ بتجيبوني قبل الضوء وبتخلونا لآخر الليل وما بدك أنا ننام؟ شو بدك وعيتيني؟ بدي أسألك إذا معك صرفت 100 دولار. 100 شو؟ 100 دولار، صرفت 100 دولار. هلأ وعيتيني تأصرف لك 100 دولار؟ ولو شو فيها خدمة إنسانية؟ يا أختي حدا قال لك شيء إني عم بسرق؟ طبعاً لا. حدا قال لك شيء إني غني حرب؟ لا. ما زال ما حدا قال لك هالشيء، كيف بتتجرأي وبتوعيني تتسأليني إذا معي 100 دولار؟ ما تواخذ نفتكرت معك. ما معي امشي. فهمت رجع نام. الله يوفقك. طيب ليه عم تدعي علي؟ ليه عم بدعي عليك؟ لاني تذكرتيني انه ما معي مصاري. كيف بدك اياني ارجع نام؟ كيف؟ باردون. اعطينا قهوه دوبل، ما بقى حدا يستحي. على مين حضرتك عم تعيط؟ على هيدي اللي اسمها أستس. والله على الأستس؟ وليه عم تعيط عليها؟ راح يتوعدني من النوم تتسألني إذا معي 100 دولار. وإذا وقعتك؟ مش عيب عليك رجال طويل وعريض تحط عقلك بعقل ست بنص عقل؟ ومش عيب عليا هي توعيني وتذكرني إنه ما معي مصاري؟ لك إذا ما معك مصاري ما معك تمشي بتفش خلقك فيها؟ وليش عم تعيط أنت؟ أنا مش عم بعيط يعني. وطي صوتك. حاضر. أنا بس ليك أنا ما بحب العنف. أنا بحبه. ليك بتحب العنف؟ بس ضربتك عن جد ولا عم مزح؟ لا ضربتك عن جد. عن جد؟ يعني عن جد منيح. لا انا ما بحب المزح. حبيبي كرمالها ولو انت عود وارتاح وما عليك. تفضل روح على شغلك. يلا حاضر. حبعت لك هلا فنجان قهوه تروق اعصابك. وانا رح ادفع الفاتوره. اعوذ بالله. ليش انت هي بدها تدفع الفاتوره؟ مشان تتعلم تاني مره تعلقني مع ناس رياضيين مثل حضرتك. شو بك ضعف قدامه أوان؟ ضعف قدامه أوان؟ طلع رياضي سري وبيلعب كاراتيه. وإذا رياضي بتخلي يحكي عني هالحكي كله وبتسكت؟ شو بسكت؟ شو بدك تشرشحيني قدام كل الركاب؟ ما تواخذني، افتكرتك رجال. ولك رجال غصب عنك. بس تاني مرة حضرتك علقيني مع ناس عاديين وشوفي شو بعمل، مثل هدول مثلا. شوفي، بس لا، ولا كلمة، ولا كلمة، بس. شفتي كيف سكتوا وما جاوبوا؟ برافو. إيه رح كلم المدير سرق له ساعة بروح بيجي بيسأل عنك عايزك ضروري. خوفين شوف المدير. ليه؟ خوفين أضعف قدامه ووافق وتجوز بنته. ما فيها شي، بتقول له ما عجبتني وبترفض. والله بركي دشرني من الشركة، مين برجعني حضرتك؟
جبان. بتقولي جبان جبان عم تحمسيني على هيدا وعلى هيدا وعلى هيدا وعلى هيدا وعلى المدير. شو الظاهر انت مطروق اعصابك الا ما تشوفيني اكل قتلي ونزل مني دم؟ روح خلص حالك بالاول من بنت المدير. لك وعديني انك بتحبيني وانا بخلص حالي. لا ترجع من عند المدير بنحكي. رامز رامز ماي فيوتشر. وين بدك تخلص؟ لك هو المدير صدق لي على واحد زبي مثلك وراح يتركه. أمال وين كنت لهلا؟ رحت مشوار ضروري قبل ما اجي على الشغل. وين هالمشوار؟ موعد عاطفي؟ لا ميشن امبوسيبل، يعني مهمة مستحيل. شو عامله تحري سر بهالايام؟ بدي اشوف يا انا مجنونه يا اما في حدا غيري عم بيحاول يجننا بهالشركه. وتوفقتي؟ مسكت اول الخيط. خبريني شو؟ ما تخبريني، الستات ما بتنعطى اسرار. اكيد تحريت عن كابتن بوب. له اهله عنده بيت. صحيح خبريني شو؟ بعدين بعدين بس نطير بخبرك كل شيء. البيت امبارح بس شفت البنات. دخل. شفت ايه؟ بابا ممكن من التعب من السفر من الطيارة من الركاب صرت عم دوخ بالايام. مرتي قالت لي انه بس شفت البنات دخلت. أعوذ بالله. بعدين اسمح لي اقول لك انه عندك حضرتك مدام نقيلة حكي. ها قول هيك ما تسأل، سنة طويل طويل قد ما بدك. المهم ما قلت لي مين اللي لفت نظرك امبارح؟ فهمت. من بناتي مين اللي عجبتك أكثر من الثاني؟ قول يعني ما شفته. كيف ما شفته؟ ما كنت عندنا بالبيت امبارح ومدام تفرجتك اياهم. ايه انا بتذكر انه عيطت لهم هي. ايه عيطت لهم انا بتذكر انه عيطت لهم. بعد شوية حسيت هيك دربك جاي وراي. انا اكيد هن. وكنت قاعد هيك انا مثل ما قاعد حبك هلا وبرمت لشوفه. وبرمت لك هالبرمي هاي وبرمت الدنيا فيي. هيدا حبك ما حطيتش الارض. وقعت؟ دخل دخل. لا 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 ما قلت لي طيب شايف حالك تعبان هاي كنت قل لي بنجيب لك دكتور ارتاح لك كم يوم حتى تتنشط. والطيارة؟ الطيارة بنبعت واحد غيرك عليها. مش انتوا عندكم كابتن غيري بالطيارة؟ يا سيدي من غير رحلة؟ طيب معقول تسافر وانت تعبان؟ يعني مش الحال قول قطوع ومرق يعني كتر خير الحمد لله. هو مثل ما اجت هيدي الدوخة فجأة راحت فجأة الحمد لله هلا ما حاسس بشيء أبدا أنا. بس لا لا لازم تشوف دكتور. ما انا شفت بعد ما رجعت من الرحلة في لي دكتور صديقي بكره بعرفك عليه كويس وما بياخذ منك. فانا يعني حكيت له القصة حكيت له كل شيء شو صار معي قال لي يا حرام قال لي هاي القصة تاني بتصير مع الانسان مرة واحدة بالحياة نتيجة صدمة. صدمة؟ نعم يعني هيك صدمة بدك تقول يعني من هالحرب والايام اللي عايشين. اقول هيك معك حق. الحرب عملت بالناس اشياء كثيرة. نعم نعم ايه معك حق. هلا هني المهم نحن رجال وبنفهم مع بعضنا. انت مثلا في بحياتك حب مثلا يعني بنت خطبها بتحبها؟ انا ايه لا لا ابدا ابدا انا ما بحب حدا بس يمكن في هني بحبوني في بنات بحبوني بتذكر مين كده ما كده عدوني وهلا كمان زادوا اثنين. مين اثنين؟ هلا وامل. يلا هلا وامل بحب بوك. حرام اني لحد هلا بعد ما قالوا لي بس بتحس هيك يعني حركاتهم معي طريقه حكيهم يعني هيك فيها يعني خطه مرسومه لاستمالتي عاطفيا. بس انا عم بقاول. هيك لكن نعم بس هلا ما تعمل لي مثل مرتك نقي الحكي وتروح تقول لهم يعني انا ما بحب حدا يجرح شعوري. ما بعوده بدينونه مشان تشعر. ليش انت عم تتدين منهم؟ ما تزعل مني انا عم بعتز. أنا أعطيت كثير صدق. لا يا ابني لا يا ابني كم مرة قلت لك ما تتدين من حدا. نعم. هيدي 100 دولار خليها بجيبتك. ممنونك جدا بس هيديك المرة 100 دولار هلا 100 دولار طيب أنا كيف بدي أرجع لك إياهم؟ ما هودي مش لترجعهم، هودي عربون صداقة من بين كابتن ومديره. يعني ما في ترجيع؟ لا 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 لا. يا الحمد لله. غريب متعاطف خويي، غريب شو طيب أنت، يعني عكس ما مدامتك تحكي عنك. لشو قالت عني؟ قالت انك نسيت نفسك سوري معلش ما تغزلي انا ما بحب الفتنه وما بحب احكيها مش الحال اتو تلا بس ترجع برق صوبي حاضر اتو تلا الله معك الله معك وراك قلبي حاسسني اذا هرب الصبي
بيكون السبب لسان مرتي الطويل اللي يخرب بيته ويخرب بيت لسانك عم تسكت لليل ولنهار. دخيلكم هون، دخيلكم انسرقت. بدي شي مدام؟ مادموازيل اذا بتريدي. مادموازيل؟ وحياه ولادي مادموازيل. كيف مادموازيل وعندك ولاد؟ اسمي مادموازيل. اسمك، فشو بك عم تسرقي؟ انسرقتي، وين انسرقتي؟ هون، هلا من شوي كانوا معي المصريات. هلا طلبت دلائل ما لقيتهم. معلش طولي بالك. هلا شو في المدام؟ انسرقت. وين انسرقت؟ عم بتقول هون. وحياة ولادي، بس وصلت لهون كانوا بعدن معي. وين كنت مخبيتيهم؟ بحبي عقبي. من حرامي ما تقيدوا على عدي وما حسيت عليه؟ لك حسيت عليه بس ما فكرته حرامي. تاني مرة فتح عيونك لتشوف مين عم يسرقك. يلا شباب، يلا استعدوا شباب، استعدوا لأنه صارت الطيارة جاهزة. ولك طمني شو عملت؟ بشو؟ ببنت المدير. يا الله بتصدقوا لو حكينا بكل شيء إلا بهالشيء؟ ما قلت لك جبان. ولك ألف كلمة جبان ولا كلمة مات كرمال النسوان. يلا شباب شرفوا على الطيارة. الكل تحت الطاولة. راسنا فوق يا ويلو. فردون سيدنا، نحن انا يعني انا 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 كابتن الطياره، انا كابتن بوب، يعني فينا نعرف شو فيه؟ انت الكابتن بوب؟ نعم سيدنا، انا الكابتن بوب، وحضرتكم بتكون هلا وامال الهوستس. وشكم بالارض؟ بامر سيدنا بالارض ما تدعوا، يعني بتشوفي انقلاب؟ لو بالارض احسن ما له بالارض عمسكم. امر سيدنا بالارض ما تزعل، بس بعد لك لجن مواجهه حيوقف لي قلبي. الله يوقف قلبك. الكل تحت الطاولات. ايه فنجان. نعم. الا لابسات الجو تمام وامان. خليها تفضل. حاضر. كله تحت الطاولات، سم سماني وقطع نفس. اقولكم يا عم نخلص بسلامه. سلامه لاهلي ولجيراني ولاولادي. سلامه للعنزات وللبقرات اللي توابي. عشتبكو بدل ما تبكوا قوموا اسألوا للركاب، بلكي معهم شي بنطلون تاني. روحك تكون ما بدك. وعفون وعدوا لي هالكلمة، لأنه أنا بصراحة على الرعبات أكثر واحد بستهلك بنطلونات. تفضلي مدام، تفضلي. وعلى عينيك. طلبتوا لي فنجان قهوة؟ حاضر ستنا. مين الجرسون اللي هون؟ إيه؟ عميل فنجان قهوة للست، لا يكون وسط ولا يكون حلو، وإياك تغلط. لا وسط ولا حلو. وإياك الغلط. أمرك. تخيلكم عويجين معقول يكون معه يعني بنطلون احتياط. طريق الخطوط الجوية الثانية عند تأخير رحلتها المتجهة إلى عالم السعادة، حتى تتمكن السيدة الفاضلة صاحبة الأنامل الرشيقة من تناول فنجان قهوتها، وذلك لأسباب مزاجية بحتة. وشكرا. قولك ما حرام عليهم يرعبونا ويرعبوا الركاب مشان معاليها مارك معاليه مسافرة. لك خبرتي شو بدك اياني البس عليكي اسود كل هالشهر؟ الحق معها. الحق معها؟ ما كان حابب البس عليكم اثنينكم اسود كل السنه. حكي الحال اذا رحتوا ولا قمتوا سلمولي على امي وعلى ابوي، واذا شفتوا المرحوم جدي سلمولي عليه وقولوا له قولوا له زعلان منه. ليش زعلان من المرحوم جدك؟ زعلان منه لانه لما كنت صغير كان يقول لي، يعني كان يقول لي دائما الله يحميك من عقص الدبير ومن غضب معالي الوزير، لكن عمره ما قال لي انه البنطلون الطويل على الرعبه بكشه بصير قصير. شفنا. بتحب نطلع ركاب على الطياره؟ اي طبعا، العجقه بتزعجني. كله على الطياره. حيرفع راسه لفوق او يتطلع لورا. هذا صوت لكريم صامتة بالأيام. لك معي ما تعلن الخطوط الجوية الفنية عن قيام طائرتها المتجهة إلى عالم الفرح والسعادة، فعلى جميع الركاب الكرام التوجه نحو الطائرة مزودين ببطاقات المحبة. وشكرا.
وكان بده منك المدير وقت اللي وقفك قبل ما نطلع السيارة. هلا مش وقتها لتطير الطيارة بحكي لك. Ladies and gentlemen, madame et monsieur, ladies and gentlemen, الكابتن بحييكم بتمنى لكم رحلة موفقة مع الرفقة والفرح والسعادة و بون فواياج. اوكي. ايوه سلام عندك هونيك هايدي اوكي موزيل. نعم مسيو. فينا نفك الأحزمة؟ لسه في أحزمة بالسيارة؟ لا افكم. عن إذنك يا بنتي. نعم. ممكن أخذ منك طلب؟ تفضل. إذا بتريدي جيبي لي كبايتين مي، كباية فيها ثلجي وكباية بلا ثلجي. إيه حاضر. ميرسي كثير. شو بك منرفزة؟ مدين علي نرفزة؟ أكيد قال لك شي المدير. تصوري جنب المدير خايف منا على الكابتن بوب. خايف منا ولا خايف علينا؟ خايف منا ومفتكر إنه نحن اللي عم نباعد فكرة زواج الكابتن من بنته. ليش شو قال لك؟ قال لي خففوا دلعكم وحركاتكم على الكابتن لانه رح يتجوز بنتي. وليش ما قلتي له انه نحن اللي شجعناه حتى يتجوز بنته؟ ولك تصور الكابتن مفهمه اني انا بحبه مغرومه فيه وردي وراه وهو بيهرب مني. ايه شو رح تعملي؟ رح اعمل فيه مقلب مرتب هو وجانب المدير. رح مثل قدامه اني انا متيمه فيه وركضوا وراي وكمشوا للمدير وساعتها بيطلع لا من هون ولا من هونيك. انتبهي كابتن بوب مثل العصفور الدوري صعب تكمشيه. ما تخافي كل عصفور وله صياد. وحضرتك الصياد؟ طبعا شو نسيت اني انا حوا. انتبهي اللي بيلعب بالنار بيحرق ايديه. محسوبتك عامله تامين ضد الحريق. انتبهي دوري وراكي. منين جاي؟ منين جاي؟ وين بدي اجي؟ من كابين الطياره. ولوين رايح؟ بشوف ركاب الطياره. مين بدك تشوف؟ ركاب خيو الهوستس. ممنوع؟ ما ممنوع بس دغري شمال يمين تطلع. شو ما في ممنوع ما عليك ما منشوفه. طلع دمك ليه حيك فيتنا. يلا نطلع. اوكي منين جاي؟ نعم منين جاي؟ من كابين الطيارة. وين رايح؟ رايح نشوف الركاب. وراك بامرك حلقتي 20 مرة وراك هويتك. تفضل هاي صورتك. نعم شباني معي. روح شكرا كابتن. بلك عيونه بلا غزل واسمعني. وانت بلا نرفز وسامعك. شوفي مين اللي مفهم المدير انه انا وانت منحب بعض. منحب بعض؟ ايه مين قايل له؟ ما بعرف بس يمكن انا. مش يمكن اكيد انت. وبعدين كيف تحكي عني اشي هيك كذب وبتنزع على سمعتي؟ مش انت عرفتيني على بنت المدير وقلتي لي انه هيدي قمر وعنده بنت قمر. وكيف لقيتها؟ هي قمر البنت قمر بس بعد ما اكتشفوه. بصراحة تصرفك هيدا خليني خاف منك. ايه ليه؟ لأني عن جد عن جد كنت بلشت فكر وأحلم فيك وشوفك بمنامي اللي ممكن أنا وأنت بكرة يصير عنا أكبر شركة طيران بالعالم. بس هلأ صرت خاف منك. شو عم تحكي؟ طيب ليه ما قلتيلي هالشي من الأول؟ يعني على قليلة ما كنت وقعت الوقعة ولا كنت غطست الغطسة. افتكرتك بتفهم بلغة القلوب. بس أنا بفهم بلغة القلوب، بفهم منيح. بس قلبك بده مترجم. شوفوا هلا من بعد ما اعترفت لك. هلا حروح عند حضرة المدير وقول له انت بتقبل تجوز بنتك لانسان بلا قلب؟ طيب واذا سالك قلبك وين؟ حقول له قلبي انسرق واللي سرقته هلا. قلب وقلب البقي وبدرب حكي البعض حكاية حب. عن إذنك يا شاب. قلب وقلب بقي وبدرب حكي البعض حكاية حب. أنا عم بحكي حكاية قلب ملوعة من حلوة بتنحب. شافها مرة وكانت مرة ومن نظرتها واو طب. أنا عم بحكي حكاية قلب ملوعة من حلوة بتنحب. شافها مرة وكانت مرة ومن نظرتها واو طب. إن شاء الله يا رب يجمعنا الحب. لا توقع على راسك وتتوب. أنا واقع والوقعات
فيكي حامل قلبي تاهديكي انا واقع والوقعه فيكي حامل قلبي تاهديكي وان كان حبي ما بيرضيكي بقدم لك مفتاح القلب حمل قلبك يلا وخلصني واتركني حاجه تحرقني هيك بتقولي للي قلبه محمول كرمالك عجنبه انا حبيتك وشو ذنبه يتعذب كرمال الحب ان شاء الله يا رب يجمعنا الحب لا توقع على راسك وبتوب قلب وقلب دقي وبدرب حكي البعض حكاية حب تفضل مسيو شو هيدول؟ كبيتين المي اللي طلبتهم ليش تأخرتي؟ كنت مشغولة حطيتي وحدة تلج ووحدة عادية؟ لا ليش لا؟ لأني ما عرفت بأيها بحط تلج وأيها بلا تلج ولو إيه بدها ولو؟ بطلبوا طلبات معقولة ما تضيعوا الناس عجبت؟ إيه ما حق إيه ما بقى حدا يفهم حدا بصراحة أنا رح أقدم استقالتي من كل هالشغلة ليه؟ لأني سايرة بهالطيارة مثل الحرقوس هيدا بيضربوا بالروحة وهيداك بيضربوا بالرجعة عم تحكي عن جد؟ طبعا عن جد وقت تكوني عم بتغاري على الكابتن بوب بصراحة ايه انا بحبه بس هو بحب انت المدير لا هو بحبك الك وانا بحب غيره واللي بتحبيه بحب غيرك هيدي الدنيا لا مش هيدي الدنيا نحن اللي عملناها هيك يا ريت هيك بس بيظهر انه الدنيا مثل ما قال برنارد شو غزارة بالانتاج وسوء بالتوزيع يعني عم تعترفي انك بتحبيه انا ما بحبه انا عم بعمل فيه مقلب بيرضيكي انه الرجل يعمل مقلب بالست وتسكت له لا طيب هيدا انت اللي شايفتيه هلا اسمه صراع البقاء بين عالم الرجل وعالم المراه يعني بين ادم وحواء والنصر للمراه بالنهايه هيك لا كانت هلا انا افتكرتك بتحبيني يا سيري عملتيني بارافون نسبت للعالم انه عالم المراه اقوى من عالم الرجل اوكي نلتقي كابتن يا الله يا الله شو بنت حلال ليه؟ هلا كنت بعد عم جيب سيرتك مع نفسي يعني بتعرفي عم فكر لو تجوزنا انا وياكي هيك نعمل شي اوضه من الازاز فوق الطياره ونعيش العمر فيها كله فوق الطياره؟ ايه فوق الطياره ونصير نحن والقمر جيران بتحبني؟ ما بقدر صرح هيدي اشياء سريه قولي لي مين معنا بالفيرست كلاس؟ معنا مرت معالي الوزير مرت معالي الوزير؟ لك الله يحميها سلمي لي عليها اذا قدرت تشوفيها الله معي عن اذنك ايها الرجل الله معك ايتها المراه ان التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها قوم فوق الطياره عنا شغل هلا كانت مرة تاني الكبريتة معي هلا شفتها لا اله الا الله ايه مدموزيل نعم. الله يخليك لو كبريت لو سمحت ايه حاضر تفضل يسلموا ممكن فنجان قهوة وليه ما بتطلب كل طلباتك مع بعض معلش لا تواخذيني فكري مشغولة يا عمي بأشياء كثيرة طيب كيف تحب القهوة وسط ولا مغلي لا لا فاضي فاضي ايه فنجان قهوة فاضي هلا شو؟ روحي افهمي عليه انا مش عم بفهم عليه نعم مسيو شو بقى المدموزيل قلب وجهه؟ بدها تكون مشغولة امور بدي فنجان قهوة فاضي في عنا اسبريسو تركي نسكافيه بس هيدا فاضي مش سامعة فيه يا عمي انتو شو قصتكم؟ يا عاملين الموضوع اكتر ما بيستاهل يعني فنجان قهوة فاضي يعني فنجان قهوة فاضي اه قصدك فنجان فاضي ايوه اللي بيشربوا فيه القهوه طيب ولا شو بدك اياه فاضي بدي اعمل فنجان قهوه استمخ فيه على ذوقي حذوقي كيف بيعملوا القهوه وانت رح تعمل القهوه ايه وين هون بالطياره وهي البابور جاهز مناص لولعه اقعدي 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 حذوقي قهوه بحياتك ما شاربه مثلها يا مجنون شو عم تعمل ولك شو عم تعمل شو عم تعمل كابتن كابتن شوفي تفضل اسأله شو بك عمو بك شي ضربتني كف ليه ضربتيني كف يا مدموزيل بدي يكون حضرتك عم تغزلها ابدا عزمت على فنجان قهوه وضربتك كف رن على خدي رن اشكر الله منيح ما زفتك من شباك السياره
ولو؟ ليه؟ لأنه البنت خاطبة وخطيبة قد الترين قدامك، ما عيب عليك تعزمها على فنجان قهوة؟ شو قالوا لك عني أنا يعني عازمها على قهوة بالشانزليزيه؟ لكن وين؟ ها؟ بالطيارة؟ حعامله قدامها وما هي البابور جاهز وما ناقصه غير ولعة. شو؟ يعني حضرتك كنت بدك تولع بابور الكاز هون بالطيارة؟ صور ضربتني كف ومنعتني. منعتك؟ اه؟ لا ما تزعل معلش. هلا؟ نعم. انت مخصوم عليك شهر من المعاش. ليه كابتن؟ ليه؟ لانك ضربتيه كف واحد بس. كان لازم تضربيه بوكس على وشه ما يوقع منه لتنزل الطيارة بالمطار. لك يا خي لا. هلا ما عم بفهم انا كل هالكركبة هاي لانه عزمت على فنجان قهوة وببلاش؟ بتريد تفهمني شوي؟ لو حضرتك ولعت الكبريت وولعت بابور الكاز كان صار في الطيارة بتعرف وين كان صاري؟ وين؟ وين؟ شو كان صار؟ يا خي ما عم بفهم عليك ما عم بفهم شو قصدك. شو وفهمني؟ تفضل. لو ولعت حضرتك بابور الكاز كنت بتعرف شو كان صار؟ لك يا خي شو كان صار؟ شو كان صار؟ شو بعرف له؟ شو خلص الطيارة بالبابور؟ ولك يا حبيبي فهمني شوي، شو هالغبي هذا حجنني. لو حضرتك ولعت بابور الكاز كان طارت الطيارة وصرنا كلنا بخبر كان. كيف؟ يا خي نرجع نقول لك شو خلص الطيارة بالبابور؟ كمان هيدي ما فهمتها. ولي حتجنني ولا؟ ما بتفهم أنت؟ هيدي شو هاي؟ قضيحة. قضيحة، وهيدا شو؟ بابور. بابور الكاز. لو ولعنا هالقضيحة هاي ولعت ولا لا؟ ولعت. ولعت، لو قربناها على بابور الكاز كان طارت فينا الطيارة هيك. ها؟ الله يخرب بيتك عبيد بابور الكاز اللي جايب لي على الطيارة. شو؟ الله يخرب بيتك عبيد بابور الكاز اللي جايب على الطيارة. دخيلكم مين دبر الكهرباء؟ رجعت الكهرباء كابتن. رجعت الكهرباء؟ لكن أنا عميد الشاطر فيكم يتفضل ينزل الطيارة. ليش حضرتك؟ نعم؟ يا خي أنت حضرتك شوفير الطيارة؟ لا ولا أنا شوفير بتنظر لحضرتك مطلع لي عليه بابور كاز. يا ويلي يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا. وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا. على أمريكا على أتينا عفرنسا وعجبال الأرض كل الدنيا فيها حب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. أنت منتجوز يا حياتي ونخلي أمك حماتي ونعيش العمر بطبل وزمر وضرب وحرب وزعل وحب. روح دور على غيري يا ابني خلصني حاجي تتعبني. أي وانت جمالك شو بيعجبني؟ ما عندي فلوس ولا عندي قلب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. نظرة لهالشاب ما عندي قلب كرمال الحب ما بدي حب ساعدني يا رب. باي باي يا شاب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح.